يقول: من الناس من يقول إنه لا حاجة لإنكار البدع والكفر محتجاً بقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. هذه براءة، ما هو بإقرار. هذا يما أنه جاهل مركب، وإلا أنه ضال ملحد. لكم دينكم ولي دين ليس إقراراً لهم على دينهم، وإنما هو براءة منهم ومن دينهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من آبائنا، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: من آبائنا وأجدادنا من وقع في تعظيم، هذا مثل اللي يستدل الآن بقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول هذا تخيير، ولا يقرأ آخر الآيات، ولا يقرأ آخر الآيات: فمن شاء فليؤمن ومن، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا، شوف، للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا، شوف، وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يعني يجيب آية ويخلي الآيات الباقية، هذا من الضلال ولا من الجهل؟ نعم.